مباراة ديربي ومباراة صعبة، إن شاء الله إحنا نعملوا اللي علينا إن شاء الله باش نحقوا اللقب. خبرتك في الدوري التونسي تعطيك ممكن قراءة جيدة؟ صح، تعاونك باسكو تعرف كيفاش يلعبوا التوانسة، تعرفهم كيفاش يلعبوا، دونك سكي بيان نعرف لي جوار الكل، كاين لعبت معاهم في كيما نقولوا لعبت معاهم في النجم الساحلي، وكاين لعبت معاهم في الترجي، وكاين اللي نعرفهم. عندي اكيد نلعب في تونس، نعرف العقليه تاع اللاعب التونسي، نعرف العقليه تاع الفريق التونسي اللي هما كيف معناتها قريب لينا في عقليه اللعب، لكن تبقى المدير قال لي ديسبري، تبقى العقليه تاع اللاعبين اللي احنا جينا بها لهنا المونديال العرب هذا، اللي جينا باش نحقوا اللقب هذا، العقليه اللي راح تصنع الفارق.